السلام عليكم اخوتي اخواتي، المرة القيمة الراشدية، الله يجزاكم بالخير. نبي نتعاون معنا زكريا السعيدي من اقليم الرشيديه نواحي ارفود الجرف. الوالد ديالي في نهار العيد كبير مرض، وملي مرض دينا الصبيطه ديال مولاي علي الشريف، صيفطونا لفاس. ملي زاد الدم لقاو عنده مشكل في الدم، صيفطونا لفاس. من فاس قالوا لنا بقينا شي شهر تماك، وحنا في فاس كنعصوا في الزنقه وداك الشيء، وكنديروا التحاليل ديال التحليل بزاف. الصراحه ما كناش متوقعين حنا دوك التحاليل غادي يخرجوا بداك الثمن، كان ثمن بايد بزاف، نيش كان بالنسبه لينا حنا ثمن كبير بزاف. بقينا المهم مع التحاليل وداك الشيء في الاخر قالوا لنا راه باش مريض السرطان الدم، الله ينجينا ويجيكم المسلمين اجمعين. صافي من تما بقينا واحد شويه داك الشيء، عاود صيفطونا لكازا. جينا هنا لكازا نيش انا بقى بالوالد، ها هو ناعس دابا في السبيطار، والتكلفه ديال العلاج غالي، جات علينا غاليه، وما كاينش اللي يخدم في الدار. انا هو الكبير في خوتي وسميتو، انا هو الكبير في خوتي، والا جيت انا غادي نخدم ما كاينش اللي قابل الوالد ديالي، وحنا راه 700 كيلومتر باش بعيدان على البلاد، وما كاينش اللي يعاونك، وطلبوا من المحسنين شي واحد يتعاون معنا. والوالد هو اللي كان خدام علينا، وكنت انا كنقرا في الحلاقه داكشي، كنت كنقرا في الحلاقه داكشي باش زعما شويه نخدم ونعاون تينا موالين الدار. الساعه الوالد هادشي ما عطى الله مرض، وضروري خصنا اللي نقابلو، ما كاينش اللي يقابلو. خليت قرايتي نيش ما عندي ما ندير، الوالد هو الاول. كنت مره كنت شي خطره كنمشي نعس عند شي ناس، شي خطره كنعس هنا، ما كنقدش نمشي للدار ونتهنى عليه، ديما كنبقى جالس. كنمشي عند شي ناس كنبات عنده، وملي عاود هذاك واخا كنعس عند شي ناس ولاش ما كنرتاحش، ضروري كان بغي نكون جنب الوالد، يمشي حتى شي حاجه ولا شو، ديما يلقاني انا بجنبه باش ما يحسش بواحد البعد وداك الشيء. معاه هنا في هاد البلاد بعيده وداك الشيء، كتحس بحال اللي راك في شي بلاد اخرى، كتكون في بلاصه وكتحط في بلاصه اخرى، كتجي داك الشيء في شكال. كتجي كنعس شي خطره في الجرده، وكل مره وفين كاين الرميد، ولكن كاين شي دواء كيعطوك تجيبو الصيدليه، وكاين شي المصاريف، وخصني انا اللي نخدم على مالين الدار باش حتى هما. وكريدينا بزاف فلوس، كريدينا بزاف صراحه، نيش راه باش تخدم وتردو خصك شي نص عام ولا عام باش تخدم في البني عادي، لا بغيت تخدم. اما الحلاقه غات مازال انا يلاه مبتدئ، يلاه كنتعلم، ما يمكن ليش غادي نمشي زعما نمشي نقرض 100 درهم في الشهر ولا شي. يلاه كترد 20 درهم الا رديتها في الحلاقه، كتفرق مع مول المحل 10 درهم، ولا ترد كاع الا رديت 40 درهم ولا شي. ضروري غنخدم في حيت دابا كنبغينا باش نخدم في البني شويه، كيجلس واحد الشهر كيعيطوا للوالد باش يجي ينعس، وخصني انا اللي نجي نقابلو. ما يمكنش انا غادي نمشي نبقى خدام في البني ونخلي الوالد هنا، يعني ما كاينش اللي يقابلو. الوالده الا جات لهنا ما ساكا كازا راه كبيره بزاف، ما يمكنش الوالده تعرف تمشي من هنا ولا من هنا. عندي خوتي صغار، انا هو الكبير، انا هو اللي خصني نقابل خوتي وداك الشيء. العيد الكبير وحنا جالسين هي من هنا سير لهادي ولهادي، وجينا هنا لكازا، وحيت خرجنا الحصه الاولى مشينا للبلاد وعاود عيطوا علينا. كنت باغي نمشي باش نخدم باش نرد الكريدي اللي كيتسالنا وداك الشيء. الساعه ما كيعطوكش شي مده شهر دغيا طن وكتعاود ترجع، ما كاينش شي زعما فين تخدم ولا شي حاجه. داكشي على حسب، كيقولك سير جيب هذا الدواء وسير جيب هذا، واحد الدواء كيديرو كيشري هذا النهار وغدا عاود حتى هو ما كتشري، بحال هكا كنشريه دروك وغدا ما نشريهش، حتى بعد غدا عاد غادي نشريه. كيديرو يومين مع الشيمي، كيديرو يومين مع الشيمي باش داك الشيمي ما يجيش قاصح بزاف. وكاين شي دواء ديال الحكه ولا شي حبوب كيخرج له وكنشروه له. صراحه كنتسلفوا الثمن هنايا، الدواء على حسب، كاين واحد الدواء كنشروه من اليوم ليومين 100 درهم، وكاين شي دواء اخرين عاود زاد ديال الحكه ولا كتخرج له شي حبوب ولا شي عاود كتشريه كاين 250، كل واحد واش
كله على حسب، حيت هو كيدير الشيمي هو كيطيب له شي خطره المصران، شي خطره كتجي هذه كل مره، واش شي ديفو كيكون عنده كيشري الدواء ديالو، يمكنش زعما يكون شي هذاك كل مره واش نيت ضروري كتقار، حيت ما عندكش مناش غتجيب، ما كاينش ما كتخدمش، كون كنت كنخدم ولاش بعدا راه هذاك، ولكن ما كاينش خدمه. الله كطلب المحسنين يتعاونوا معنا، شي محسنين يتعاونوا معنا، الله يرحم الوالدين والله يجازيهم بالخير، والله ولا يضيع اجر المحسنين، واللي تعاون معنا راه يدير بحسابنا، ني حتى حنا راه حتى حنا كنا كنشوفوا هذا الشيء في فيديوهات، وداك الشيء كنقول داك الشيء دايز، ولكن عاود حيت تحطيت في موضع ديالو حسيت به بزاف.